فيما يتعلق بقانون التعديل الخاص بقانون العفو، نعم أنا من كتبت نص التعديل، طبعا تعديلات كثيرة، وبالأخير اقترحت هذا النص وأصبح نصا مقبولا، وهو ليس تعديلا لكل قانون العفو، وإنما التعديل يتعلق بفقرة واحدة في قانون العفو، هو تعديل فقرة الانتماء، لأن الأخوة ساقوا الحجة التالية أن الموصل مثلا بقت داعش بها 3 سنوات، وبالتالي هنالك مئات الآلاف من البشر هو مجبور يستقبلهم مضيفة، مجبور يأخذون يا صور، مجبور يطلع يتمشى يمهم، فكل واحد هذا اللي يستقبلهم مضيفة هذا اللي يطلع الصورة وياهم. بس انت شددت معالي الوزير ولن تخفف. هسه قضية هذه مناورات سياسية. التعبير كان فيه تشديد بالانتماء. بالنتيجة هنالك محاورين معي ولم أكن وحدي. دقيقة. من صار. بس رحمة على أهلك. السنة وافقوا على هذا. أي طبعا. مع بعض التعديلات، يعني بعض التعديلات على الصياغة أضافوا هم تعديلات على الصياغة، لكن لم تغير من المحتوى الذي وضعته أنا. يا أساسي. نائب سني أسئلة يقول لي ما وافقوا على هذا التعديل. لا، شون وافقوا على إدارة الدولة إذا ما وافقوا على التعديل؟ التعديل نزل في نص الاتفاق السياسي، ونزل نفسه في البرنامج الحكومي موجود بالمنهج الوزاري. إيه؟ هو هذا نفس اللي حضرتك بالاتفاق السياسي اللي وقع عليه السيد الحلبوسي والسيد خميس الخنجر والسيد أبو مازن والسيد مثنى السامرائي، كلهم وقعوا. كلهم على وقعوا هذا النص. طبعا. وهم يعلمون جيدا ان فيه تشديد وليس تخفيف. لا، من يقول يعلمون؟ الانتماء من وجد اسمه. لا، من يقول يعلمون؟ هم تعاملوا مع نص. زين. النص هو ان يعني ما اريد اقول هو ظاهره الرحمه وباطنه العذاب، وانما النص كان الغايه من عنده اولا شمول غير المنتمين فعلا لداعش وللتنظيمات الارهابيه بالعفو. زين. ولكن التشدد على المنتمين وعدم السماح لاي نص بإخراجهم من السجون. ف يعني بس له ظهر وبطن. يعني هي هاي المشكلة، بعت لهم العنوان واخذت المضمون. لا مو هيك. لا، انا اخو الاخوه يعرفوني المفاوضين السنة، ربما انا اكون من اقرب المفاوضين لهم. ولهذا كان بيتك هو الراعي لتحالف إدارة الدولة. الاخ رئيس المجلس السيد الحلبوسي قال لي، انتقلنا قبل التوقيع بساعات، انتقلنا لبيته فقرينا بعض النصوص، وطبعا مو بس هذا، اتفاقات كثيرة، فهو قال لي يا بت على كيفك انت باعتبار شوي انا متمكن من قضايا اللغه. أي. فاحيانا بالصياغات، فخرب لي كم وحده يعني هو بالصياغات، بس هذه كنا متفقين يعني. هذه كانوا متفقين عليها. هذه مصيبه ان يتفقون عليها. ليش النص يقول؟ النص يقول من وجد اسمه في السجلات التنظيم الارهابيه يعتبر ارهابيا مؤبد 25 سنه على واحد مكتوب اسمه في سجلات التنظيمات. عفوا، مقصود بسجلات التنظيمات من ثبت وفقا لتحقيقات الاجهزه الامنيه انه ارهابيا. اجيب لك سجل مال دواء داعشي، وكان داعشي وهاي كاتب اسمي واسمك واسم الكل. اعطيك اضافه بعد، هذه الاضافه من وجد اسمه مو من عندي. لا مستحيل. اي والله، من بعض المفاوضين الأخوة السنة هم. لا أضافوا. مستحيل. إيه، باعتبار هم أشد أكثر من اكتوى بنار داعش، وأكثر من اكتوى بنار القاعدة. هم يفهمون أنه ممكن أحد يكون وارد اسمه بالسجلات بس ما مسوي شيء. حضرتك لا لا ذكرت لا. قبل شوية. عفواً. أكو 3 سنين. ورود الاسم في السجل. المناطق. ورود الاسم في السجل. المناطق. هو دلالة على شيء يضاف إليها أشياء أخرى، لوحده لا يكفي بالتأكيد. دلالة على شيء. إن وجد اسمه نروح نشوف التحقيق شنو أثبت. اثبت هو منتمي او غير منتمي. نص للقاضي او حضرتك هسه تقول لي مو طبعا اني احنا نقصد المكون السني. ايه، هذه الفقره اضافها بعض الاخوه يعني. هذه من وجد طبعاً. اسمه طيب. باعتبارهم ليش؟ ان قلت لك هم بصراحه هم اشد الناس اكتواء بنار داعش والتنظيمات الارهابيه. ايش خلت عندهم؟ دمرت بيوتهم، شبابهم، اقتصادهم، وضعهم الامني، فلذلك هم عمل يعني يريدون الا يتكرر. بالنتيجه اكو كثير من الدواعش اللي بالسجون ياكلون ويشربون، هم كاتلين 600,000 واحد.